أعلنت مجموعة من الشباب الصحراويين المحتجزين داخل مخيمات تندوف عن تمردهم على عصابة البوليساريو، وذلك قبل أيام من عقد الجبهة الانفصالية لما تسميه بمؤتمرها 15. وتفاجأت عصابة البوليساريو صباح أمس الثلاثاء بوجود منشورات داخل مخيمات تندوف لشباب 5 مارس تطالب بالرحيل للزمرة الفاشلة التي قادتهم منذ أزيد من 4 عقود ولم يحصلوا معها غير الفشل، لأنها في نظرهم لا تسوق سوى الوهم. وقرر هؤلاء الشباب خوض مسلسل من نضالية ضد فساد عصابة البوليساريو تحت شعار لا يجب أن يحكمنا الفشل، في إشارة لعزم الجبهة الانفصالية للإبقاء على نفس وجوه الفساد على رأس القيادة خلال مؤتمر المزمع أن ينعقد في الفترة ما بين 19 و22 من شهر دجنبر المقبل. وتعيش مخيمات تندوف خلال الأيام الأخيرة على صفيح ساخن، حيث يرفض الصحراويون المحتجزون الفساد الذي يعم قيادة الجبهة الانفصالية والتي تحاول مع قرب موعد عقد مؤتمر 15 افتعال الأزمات لإبقاء مجرميها على رأس القيادة. ولجأت قيادة البوليساريو إلى إطلاق سراح المدونين 3 فاضل بريغا ومحمود زيدان وملي أبا بوزيد الذين كانوا يقبعون بسجن ذهبية لامتصاص غضب المخيمات حتى يمر مؤتمر 15 بسلامة. يشارك وفد مغربي مهم حاليا في الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للاستثمار التي تحتضن جوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، والتي تشكل فرصة لاستعراض مؤهلات المملكة للمستثمرين الأفارقة والأجانب وكذا مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية في القارة. وخلال يوم افتتاح هذا المنتدى عقد أعضاء الوفد المغربي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من العديد من البلدان الإفريقية وممثلي وكالات التمويل وكبرى مقاولات القطاعين العام والخاص ومندوبي الصناديق السيادية والاستثمار والتقاعد. وشكلت جاذبية المملكة التي ما فتئت تتأكد بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين محور هذه اللقاءات. وتم بالمناسبة استعراض مختلف النقاط التي تمثل قوة المغرب، لا سيما استقراره السياسي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي باعتباره ولوج بامتياز في القارة الإفريقية ومشاريعه الضخمة للبنية التحتية وكذا القطاعات الرئيسية التي طورت فيها المملكة ميزة تنافسية مشهود لها بما في ذلك الطاقات المتجددة والمنتجات المالية، كما يتعلق الأمر بمزايا لا تمر مرور الكرام في التقارير الدولية والقارية التي يطلع عليها المستثمرون بعناية. كما تم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى مساهمة المغرب باعتباره فاعلا أساسيا في المشهد القاري في جهود التنمية في إفريقيا، وهو دور يظل مطلوب من الشركاء الأفارقة الذين يثقون في رائد قاري جعل من النهوض بالتعاون جنوب جنوب جزءا أساسيا من سياسته الخارجية. وتم بالمناسبة استعراض عدد من قصص النجاح المغربية في العديد من البلدان الإفريقية. ويشكل منتدى الاستثمار الإفريقي المعروف بدافوس إفريقيا والذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في جوهانسبورغ بمشاركة رؤساء دول ورجال أعمال وممثلي صناديق تقاعد وصناديق سيادية ومستثمرين مؤسساتيين واجهة مفضلة بالنسبة للمغرب لتأكيد ثورته في إطار دبلوماسية اقتصادية جريئة ومنفتحة. يشار إلى أن هذا المنتدى الذي يسعى لأن يشكل منصة لبلورة صفقات مربحة في إفريقيا مكن خلال دورته لسنة 2018 من عقد حوالي 50 صفقة بقيمة 39 مليار دولار. من جهته تم اليوم الثلاثاء عقد اجتماع مهم حول الاستثمارات في المغرب تحت عنوان المغرب ربط سلاسل القيمة العالمية. وتميز اللقاء بمشاركة العديد من المستثمرين والفاعلين المؤسساتيين من إفريقيا وخارجها. وينظم هذا المنتدى من طرف البنك الإفريقي للتنمية الذي تربط بالمغرب علاقات ممتازة منذ عدة سنوات، حيث تعد المملكة أول متلقي للتمويلات من هذه المؤسسة المالية القارية. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث ممثلين عن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الشريف للفوسفات ومجموعة التجاري وفابونك والقطب المالي للدار البيضاء.
والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج. أعلنت دولة جزر القمر عن قرب افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون لتكون أول قنصلية لدولة إفريقية بالصحراء المغربية. واستقبل اليوم الأربعاء بالرباط ناصر بوريطة مبعوثا من رئيس اتحاد جزر القمر وهو وزير النقل البحري والجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية كوت ديفوار بالجهات الجنوبية للمملكة في يونيو الماضي بمدينة العيون، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وتعتبر بذلك دولة جزر القمر أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في مدينة العيون، علما أن هذه الدولة التي تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا ترتبط بعلاقات ممتازة مع المغرب منذ مدة طويلة. وسبق لوزير الشؤون الخارجية في اتحاد جزر القمر محمد الأمين سيف أن قال عقب زيارته للمغرب خلال شهر يناير الماضي إن البلدين يجريان مشاورات بهدف تنسيق مواقفنا في المحافل الدولية. وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد صرح في وقت بأن الأقاليم الصحراوية ستحتضن عددا من اللقاءات الدولية خصوصا على صعيد وزراء خارجية العالم، وكذا اللقاءات الثنائية بين المغرب وباقي البلدان. وأشار ناصر بوريطة في رده على تساؤلات النواب البرلمانيين في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر إلى قرب افتتاح عدد من القنصليات الإفريقية خاصة بالأقاليم الجنوبية، خاصة جهتي العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وذكر بوريطة بأن افتتاح قنصليات تمثل الدول الإفريقية بمدن الصحراء يأتي في إطار تقريب الخدمات للمواطنين الأفارقة، كما أنه يتماشى مع التوجه الإفريقي تجاه المملكة المغربية. وجدد بوريطة على موقف المغرب من الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية، وبأنه لم يعد مطروحا في أجندة الأمم المتحدة، وهو نفس موقف المغرب منها، مضيفا بأن عملية الاستفتاء استنفدت جميع صلاحياتها ولم تعد مجدية في حل القضايا، مؤكدا بأن المغرب يتجاوب مع مبادرة الطاولات المستديرة مع دول الجوار كما تبنتها الأمم المتحدة. تمكن 3 مخترعين مغاربة من التتويج في المعرض الدولي للابتكار بيكسبو 2019 الخاص بالاختراعات والابتكارات العلمية نظمته الفيدرالية الدولية لجمعية المخترعين بكوريا الجنوبية في الفترة الممتدة ما بين 6 و 8 نوفمبر الجارية. المخترع يونس البقالي ابن مدينة سلا وزميله ابن مدينة القنيطرة عبد الله عياش فاز بميدالية أحسن اختراع The Best Invention عبر اختراع مشترك بينهما، فيما ظفر ابن مدينة طنجة رشيد ولاد المداني بالميدالية البرونزية. تتويج المغاربة الثلاثة جاء من أصل عشرات المشاركين من المبتكرين من مختلف دول العالم، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها المخترع يونس البقالي بهذا اللقب بعدما سبق له الحصول عليه في كندا سنة 2016 عن اختراع آخر لها. عبد الله عياش أوضح في تصريح أن الاختراع المشترك مع زميله البقالي كان عبارة عن مقبس كهربائي ذكي بمواصفات لا علاقة لها بما يوجد الآن في السوق، حيث يتميز بمميزات السلامة والأمانة والاقتصاد في الطاقة. وعبر عياش عن سروره بهذا التتويج قائلا الفوز كان له طعم خاص، فحين تحمل العلم الوطني وتكون وسط عدد كبير من الدول العالمية وتسمع التصفيقات واسم المغرب تشعر بقشعريرة وإحساس لم يسبق أن شعرت بها. وإلى جانب البقالي وعياش ضفر ابن مدينة طنجة بالميدالية البرونزية في مجال الإبداع التكنولوجي والابتكار للنهوض بصناعة الطاقة الكهربائية، معتبرا أن مجرد التمكن من حجز مكان في المعرض الدولي للابتكار هو في حد ذاته إنجازا، لكن إضافة ميدالية يعطي طعم النجاح نكهة أخرى.
وأوضح رشيد أنه بالرغم من العطل الكلي الذي أصاب اختراعه وهو روبوت تعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ظروف السفر إلى كوريا، إلا أنه تمكن من إحراز ميدالية برونزية في مجال الإبداع التكنولوجي والابتكار للنهوض بصناعة الطاقة الكهربائية، مبديا سعادته بتمثيل وطنه ومدينته أحسن تمثيل. المخترع ذاته أعلن أنه حصل في المعرض الدولي للابتكار بكوريا الجنوبية على تكريم رئيس الجامعة الوطنية كالاو بدولة البيرو، اعترافا بالمخترع المغربي وتقديرا للمستوى المشرف للمشاركة المغربية وفق تعبيره.